على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد من الأرض والسماوات، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية صاحب المقام المحمود والحوض الموجود واللواء المعبود. هذه الجلسة الربانية وهذا اللقاء الأخوي الديني مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طرح سؤالا على الصحابة فقال: إن لله أهلون، قال: ومن هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أيضا الذين كما سمعنا في الآيات البينات هم القوم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، حين قال من سورة فاطر: فما أضلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. حتى قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ هذه الآية فقال: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. بحرمة القرآن الكريم حتى وإن ظلم لنفسه ظلم نفسه، إلا أن المولى عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى، لأن لو كان القرآن في إيام ما أكلته النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسابقة بيت الحكمة، مسابقة بيت الحكمة في طبعتها الخامسة في مسجد موفق عمر بن مصطفى، هذه هي الطبعة الخامسة، سميناها بيت الحكمة، بيت الحكمة لأن التماسا لمعنى الحكمة. الحكمة يقول فيها المولى عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال عنها المفسرون واللغويون في تعريف الحكمة، قال: الحكمة هي وضع الشيء في نصاب وهو الصواب أكثر من الخطأ، هذه هي تعني الحكمة. لكن في هذا في جانبها المعنوي، في جانبها المادي الحسي قيل أن الحكمة هي ذكاء المرء ورجاحة عقله، هذا هو الحكيم، هو قال الذكي ذكاء المرء ورجاحة عقله، أو في لسانه وفصاحة لغته، أو في صوته وعذوبة لحنه، أو أيضا في يده وحسن خطه، أو في رجله ومهارة خلقه، تعتبر هي حكمة يؤتيها الله من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. بيت الحكمة اليوم أيضا نحن في مسجدنا هذا حاوت هذه المسابقة الحافظ لكتاب الله المتقن له، الحافظ لكتاب الله المتقن له، وأيضا التالي للقرآن المتقن له، والمؤذن ندي الصوت عذب الألحان، فحري بهذه المسابقة. لما كانت تحمل حافظ لكتاب الله المرتل له المجود له أحسن تجميل، وأيضا المؤذن ندي الصوت، فحري بها أن تكون بيتا للحكمة. فأهلا بكم في ختام بيت الحكمة لهذا العام، مسابقة بيت الحكمة. أول الكلمات هي الشيخ عمر الشيخة، أستاذ عمر الشيخة عميد الأئمة، فليتفضل. مشكور.